فيوتشر سمبل باستخدام الويل، باستخدام الويل. نجي على القاعده. طبعا احنا اتفقنا ان المعنى مالتها والفكره مالتها للتكلم عن التوقعات او الاشياء المحتمله الحدوث في المستقبل، توقعات او اشياء محتمله الحدوث في المستقبل. زين، نجي على القاعده. القاعده مثل ما تشوفون ثابته، يعني هي قاعده واحده. سبجكت يعني شنو؟ سبجكت يعني فاعل، يعني اي فاعل يجي بالك، سواء مفرد جمع مؤنث مذكر عاقل غير عاقل ما عنده مشكله، يعني تخلي اي وي يو ذي هي وشي ويت، اي واحد منهم ماكو مشكله، كلهم اي فاعل يجي بالك راح تخلي ورانه ويل، تخلي وراه ويل، يعني فعل الويل اللي هو الفعل المساعد ويل، فعل الناقص. بعد الويل، هاي اهم فقره تركز عليها، بعد الويل يجيني فعل مصدر. بعد الويل يجيني فعل مصدر خالي من الاضافات، فعل مصدر مجرد خالي من الاضافات، هاي اهم فقره تركز عليها، ان الويل يجي وراها فعل مصدر، الويل يجي وراها فعل مصدر. ونشوف المثال، يقول I will pass the exam، انا سوف انجح في الامتحان. I will pass the exam، انا سوف انجح في الامتحان. هنا جاي يتكلم مجرد توقعات، ان انا والله يمكن انجح بالامتحان، اذا جاي يتوقع لا اكثر ولا اقل. وتلاحظون ان الويل، الفعل ويل اللي هو الفعل المساعد الناقص، جاء ورانه فعل رئيسي مصدر باس، باس ينجح، باس فعل مصدر. في حالة النفي والاستفهام المسألة جدا سهلة أكيد. ليش؟ لأن احنا اتفقنا أنه قاعدة النفي هي نضع نطمع الفعل المساعد، وهنا أنا عندي فعل مساعد اللي هو منه؟ اللي هو الويل. فإذا المسألة سهلة، فقط أجيب النط وأخليها مع الويل وصارت الجملة منفية. فتشوف الجملة قاعدة النفي يقول لك subject يعني أيضا نفس الفاعل، زائدا إما نقول will not يعني بطريقة غير مختصرة، will بحد ونط بحد، أو الطريقة المختصرة تكون won't. انتبهوا على يعني الإملاء مالتها تختلف شوية، won't يعني يصير بيها حرف الأو، مع العلم نحن عندنا will not ما بيها أو، will not ما بيها أو، will ما بيها أو، بس هنا من نجي نختصرها تصير won't، won't. فأخاف مستقبلا تجيكم بالامتحان أو فتشي، تعرفون أنه كلمة won't هي مختصر لكلمة will و not، will والنوت، هذه كلمة won't. وأيضا نفس الحالة الويل يعني will not يجي وراها فعل مصدر. فنشوف المثال، يقول I will not go to school tomorrow، أنا لن أذهب إلى المدرسة غدا. I will not go، شفتوا بعد الويل جانا go، فعل مصدر خالي من الإضافات. أما في حالة الاستفهام، أما في حالة الاستفهام فهنا أكيد راح أستخدم إيش؟ راح أخلي لازم الويل قبل الفاعل، لأنه إحنا اتفقنا قلنا نقدم الفعل المساعد على الفاعل، نقدم الفعل المساعد على الفاعل. طبعا هناك خطأ مطبعي، المفروض أن الويل تجي قبل علي. فتصير الجملة كالتالي: Next week will Ali travel to London. طبعا هاي next week ممكن نخليها بالبداية، ممكن نخليها بالنهاية، فتصير will Ali، will Ali travel to London next week. هل سيسافر علي إلى لندن الأسبوع القادم؟ فهنا أصبحت الجملة استفهامية، فقط أنه قدمنا الفعل المساعد will على الفاعل فأصبحت الجملة استفهام. فمسألة النفي والاستفهام مسألة يعني مفروغ من عدها، مفروغ من عدها. ليش؟ لأنه هي سهلة، فقط تطبيق مباشر للقاعدة. اللي حافظ قاعدة النفي وحافظ قاعدة الاستفهام ما راح تواجهه مشكلة هنا، أنه بس مجرد يطبق تطبيق مباشر، نضع نط مع الفعل المساعد، أي أوكي عندي فعل مساعد will، أخلي النط مع الويل وانتهى الموضوع. في حالة الاستفهام نقدم الفعل المساعد، زين أنا عندي فعل مساعد اللي هو الويل، أشيل هذا الويل أخلينه في بداية الجملة، فتصبح الجملة استفهامية وانتهى الموضوع. فبالنفي والاستفهام أنا ما عندي مشكلة. زين، شنو الظروف اللي تستخدم مع زمن المستقبل؟ يعني كلمة فيوتشر، أنا من أشوف كلمة فيوتشر، هذه فيوتشر، شنو الظروف أو الكلمات التي تدل على هذا الزمن؟ إحنا أخذنا مثلا الماضي على سبيل المثال، قلنا الباست الماضي، الكلمات اللي تدل عليه مثل كلمة يسترداي مثلا اللي هي البارحة، مثلا كلمة لاست، مثلا كلمة ago، هاي الكلمات تدل على زمن الماضي، من نسمعها ومن نشوفها نعرف انه هاي الجملة في زمن ماضي. اخذنا ايضا مع المضارع البسيط، قلنا ظروف التكرار مثل always، مثل usually، sometimes، never، often، قلنا هاي الكلمات من نشوفها نعرف انه هاي الجملة في زمن مضارع البسيط، فلازم الفعل مالتي يكون مصدر او اسم الشخص الثالث. زين، نجي على المستقبل. المستقبل ايضا يعني اكو له كلمات تشير الى هذا الزمن، بحيث انه من نشوف هذه الكلمه نعرف انه هذا الزمن يعني هذا لازم نعمله مستقبل، يعني هذا الفعل مال الجمله لازم نسويه مستقبل باضافه ويل، باضافه ويل قبل الفعل الرئيسي.
فهاي الكلمات هي شنو؟ هي عندنا كلمة tomorrow غدا، tomorrow كلمة غدا، وعندي كلمة next. كلمة next مثل شلون كلمة every مع المضارع البسيط، مثل كلمة last مع الماضي البسيط. next أيضا تجي مع كلمات أخرى، مثلا next week الأسبوع القادم، أو مثلا next year السنة القادمة، أو next month الشهر القادم، أو next Monday next Sunday وهكذا. فكلمة next تدل على المستقبل لما يكون وراها يعني وقت معين، next week next month إلى آخره، تدل على المستقبل. بالإضافة إلى كلمة soon، soon يعني قريبا، soon أيضا تدل على المستقبل. يعني هاي الكلمات الثلاثة بالإضافة، هنا أنا ما أذكرها بس أنت من المفروض نعرفها هي منطقيا، يعني بالإضافة إلى أي تاريخ. هسه نحن مثلا اليوم 17 على سبيل المثال 17/10/2022، لو كان بالجملة مكتوب مثلا سنة 2050 مثلا، هنا أنت لازم تعرف منطقيا توماتيكيا تعرف أنه الجملة في المستقبل. ليش؟ لأنه نحن حاليا في سنة 2022، فأنا من أتكلم عن سنة 2050 أو 2030 هذا يعني بالتأكيد هذا زمن مستقبل، بالتأكيد هذا يعتبر مستقبل، فاستخدم معانا قاعدة المستقبل اللي هي will زائدا فعل مصدر، will زائدا فعل مصدر. يعني هاي منتهين منها، هاي المسألة منتهين منها. أو مرات يستخدم مثلا عبارة in the future، in the future في المستقبل، يعني أيضا واضحة، يعني هو يعقل لك في المستقبل، هي كلمة future هي مستقبل، فهذا أيضا واضحة، يعني ما يحتاج لا واحد أصلا يتكلم بها، لأن هو موضوعنا أساسا اسمه future، وبالجملة يقول لك in the future، فخلص يعني هو يعقل لك في المستقبل، فلازم تستخدم مستقبل بسيط. زين. الملاحظة الثانية يقول للتعبير عن فعل في المستقبل مثل ما قلت لكم فقط نستخدم الفعل الناقص will، بس تستخدم will متبوعا ويجي وراه، يعني متبوعا يعني شنو؟ يجي وراه فعل رئيسي مصدر، توماتيكيا الجملة تتحول إلى مستقبل، بس مجرد تخلي قبل الفعل الرئيسي فعل will، قبل الفعل الرئيسي تخلي فعل will، وطبعا من تخلي will لازم الفعل الرئيسي يكون في حالة المصدر. نجي على الأمثلة الامتحانية. She goes to school tomorrow. She goes to school tomorrow. عندك الفعل بين قوسين خطأ. إيش يطلب من عندك؟ future. سوي لي إياها مستقبل. future. will. باستخدام will. فأنت بكل بساطة إيش راح تسوون؟ راح تجيب ال will تخليه قبل ال goes، لأن ال goes هو فعل رئيسي. تجيب ال will تخليه قبل الفعل الرئيسي. الفعل الرئيسي تحوله إلى مصدر. فإذا كان بإضافات ألغيها. الإضافات اللي موجودة بالفعل الرئيسي ألغيها نهائياً. فتصبح الجوز تصبح جو، الجوز تصبح جو. لو فرضنا انه ما كان عندك جوز مثلا، كان عندك ويند، فرضا بين قوسين عندك ويند، نفس الحاله ايضا راح تقول ويل جو. ليش؟ لان الويند مو مصدر، الويند ليست فعل مصدر، الويند فعل ماضي. فانت من تخلي الفعل ويل توماتيكيا، خلي بالك توماتيكيا انه وراها لازم اخلي فعل مصدر، والمصدر يعني يكون ما بي اي اضافه نهائيا، ما به أي إضافة نهائيا. زين. نجي على المثال الثاني. يقول we will travel or travels to Turkey next week. يعني هاي أصلا هذه مسألة واضحة شرحناها تكلمنا كثير. قلنا الول من تجي الول لازم يكون وراها فعل رئيسي مصدر. فعل رئيسي مصدر. تلاحظون إنه هنا عندي travel وعندي travels. فأكيد أنا راح أختار منطقي أختار travel. لأن الترافل هي مصدر بينما الترافلز بها اس الشخص الثالث فما يصير اختارها لأن الول تاخذ فعل مصدر. زين. They will have an exam soon. سيكون لديهم امتحان قريبا. They will have سيكون لديهم an exam امتحانا soon قريبا. طلب من عندي نيجاتيف. النيجاتيف كل سهولة نضع كلمة not مع الفعل المساعد. هاي الجملة بها فعل مساعد؟ الجواب نعم. من هو الفعل ويل؟ إذا نجيب الكلمة نط وخليها على ويل وصارت الجملة منفية، فتصير الجملة they will not have an exam tomorrow. They will not have an exam tomorrow. انتهى الموضوع. زين. tomorrow غدا. شوف بالبداية خلاك tomorrow. أنت من تشوف كلمة tomorrow المفروض تنتبه وتعرف إن هاي الجملة لازم تكون مستقبل. tomorrow. Ali do his homework. Ali do his homework. إيش طلب من عندي؟ correct the verb صحح الفعل. correct the verb صحح الفعل. هنا تصحيح الفعل شلون يكون؟
تصحيح الفعل انه لازم احول الجمله الى زمن المستقبل. على اي اساس احولها مستقبل؟ ليش ما حولتوها ماضي؟ ليش ما حولتوها مضارع بسيط؟ ليش حولتوها مستقبل؟ الجواب بكل بساطه لوجود كلمه تومورو. كلمه تومورو تدل على المستقبل. اذا انا لازم الفعل مالتي بين قوسين اللي هو الفعل دو لازم اسويه مستقبل. قاعده المستقبل اذا نرجع شويه لورا بالصوره، اذا نرجع خطوتين للوراء راح نشوف انه قاعده المستقبل شنو؟ سبجكت مالي علاقه بينه اللي هو علي ينزل، بعدها مباشره بعد علي لازم اخلي الدو الويل عفو، وبعدها الفعل الرئيسي مصدر اللي هو منو؟ اللي هو الدو. فراح تصير الجمله علي ويل دو هيز هوم ورك، فتصير الدو تتحول الى ويل دو. اذا موضوع جدا سهل، موضوع جدا واضح، ما يحتاج دو يعني ما يحتاج دو ايش نقول، ما بينه فد فيكات او ما بينه فد لوفات، لا واضح وضوح الشمس. انت اي جمله تريد تحولها الى مستقبل فقط ضع الفعل المساعد ويل قبل الفعل الرئيسي، ولو كان الفعل الرئيسي باضافات فانت الغي منه الاضافات، رجعه الى حاله المصدر، لان المعروف انه الافعال الناقصه مثل الويل وغيرها تاخذ فعل رئيسي مصدر مجرد من الاضافات. ذكرنا ايضا شغله ثانيه، ايضا ذكرنا انه الكلمات اللي تدل على المستقبل مثل ايش؟ قلنا مثل كلمة tomorrow، مثل كلمة next، وقلنا next ممكن يجي معاه كلمات أخرى مثل next week، next month إلى آخره، وأيضا قلنا كلمة soon. هذه الكلمات تدل على المستقبل بحيث من نشوفها بالجملة نعرف أن هاي الجملة لازم الفعل مالتها يكون بين will زائدا فعل مصدر، will زائدا فعل مصدر. هذا كل ما يخص موضوع المستقبل البسيط باستخدام will. في المستقبل البسيط باستخدام ويل، هاي خلوها باكم باستخدام ويل. ليش انا قاعد اركز اقول لك باستخدام ويل؟ لانه اول ما ذكرت، اول ما بديت المحاضره قلت لكم انه المستقبل ممكن اعبر عنه باكثر من طريقه، ممكن اعبر عنه باكثر من طريقه. فانا مستقبل اذا طعاني بالكتاب طريقه ثانيه راح نشرحها، ما طعاني خلاص اكتفي بكلمه ويل، هذا كلش كافي. بس مستقبل اكيد يعني اذا اتكلم بالنسبه مثلا بالثاني بالثالث بالخامس يعني الى اخره اكيد راح تاخذوها كل الطرق. بس حاليا بالاول، حاليا لحد الان انا عندي فقط باستخدام ويل، فقط باستخدام ويل. زين هنا عندنا موضوع ايضا حلو، وموضوع موجود من الصف يعني من الصف السادس ابتدائي، يعني شايف هذا الموضوع من السادس ابتدائي. الموضوع يتكلم عن ايش؟ تايم فريزز. تايم فريزز يعني شنو؟ عبارات الوقت اند prepositions وحروف الجر. يعني شلون استخدم حروف الجر مع الـ يعني او عبارات الوقت. طبعا انا عندي حروف الجر هي المعروف اللي عندي at وعندي on وعندي in. المطلوب من عندكم انه بس تحفظون كل حرف جر مع اي كلمات يجي، هاي اهم فقره، كل حرف جر مع شنو نوعيه الاوقات اللي يجي معها. نبدا مثلا مع كلمه at. at تجي دائما تجي مع الساعات، تجي مع الساعات، يعني مثلا ساعة 10 بالليل، ساعة 8، ساعة 7، ساعة ما أعرف شنو، هاي لازم نكتب معها كلمة at. فتقول على سبيل المثال at 10، at 10، 10 o'clock يعني في الساعة 10، at 8:30 في الساعة 8:30، 8:30 يعني ساعة 8:30. وأيضا يقول وأيضا مع بعض العبارات والكلمات مثل at school, at work, at the moment, at the weekend, at night. هاي العبارات أيضا نستخدم معها at. هاي العبارات أيضا نستخدم معها at. فالمطلوب من عندكم شنو؟ طبعا هو بالامتحان شو راح يجيك؟ قد يجيك على شكل اختيارات، يعني أخلي لك جملة وأخلي لك اختيارين بين ال at وال on مثلا. فأنت تركز شنو، شوف شكو ورا الفراغ، ايش عندي ورا الفراغ؟ هل عندي كلمه مثلا ساعه؟ هل مثلا عندي ذا ويكند، نايت، ما اعرف شنو؟ هاي الكلمات اللي يجي معاها ات فاستخدم ات. اما اذا كان عندي غير شيء فلازم استخدم اون او ان الى اخره. فمثل ما قلنا الات تستخدم رقم واحد، تستخدم للساعات، للتكلم عن الساعات، يعني ساعه 10، ساعه 8، ساعه 7، ساعه الى اخره. نستخدم معها كلمه ات، استخدم حرف الجر at. قلنا ايضا ممكن نستخدمها مثلا مع عباره at the moment، اذا تتذكرون اخذناها بالمضارع المستمر في هذه اللحظه at the moment،
أو مثلا عبارة at the weekend في نهاية الأسبوع، عطلة نهاية الأسبوع at the weekend، أو at night في الليل، at night في الليل. مرات نستخدمها مثلا at school، طبعا هنا مع الأماكن at school at work، يعني مو شرط وقت، يعني هنا مو بس تكلمت عن الوقت، لا أيضا ذكرت شوية أنه هاي العبارتين at school و at work هي لها علاقة بالمكان أكثر ما لها علاقة بالوقت. نجي على الأون. الأون تجي مع أيام الأسبوع، الأون تجي مع الأيام، يعني مثلا Sunday Monday Tuesday إلى آخره، نستخدم معها كلمة أون. فمثل ما تشوفون تستخدم، يقول لك مع أيام الأسبوع، مثل On Sunday On Monday On Friday On Saturday إلى آخره، أيام الأسبوع أستخدم معها On. مع التواريخ حين يأتي كاملا باليوم والشهر والسنة. مرات ينطيك تاريخ date، بالإنجليزي يسمونه date تاريخ. إذا كان التاريخ مالتك بينو يوم، التاريخ من بينو يوم، قبل تستخدم on، قبل تستخدم on. إذا كان التاريخ مالتك بينو يوم، أما إذا كان بينو فقط شهر أو فقط مثلا سنة، لا. إذا كان بينو يوم، أنا أتكلم عن اليوم، إذا كان تاريخ يتكون من يوم وشهر وسنة، يوم وشهر، يوم وسنة، المهم انه يوم من بينه يوم تاريخ مالتك، استخدم on، استخدم on. فتلاحظون هنا مثلا 23/11/2021، هذا من تجي تريد تستخدم معاه، تريد تستخدم معاه حرف جر، لازم تستخدم on. ليش؟ لأنه يعني تاريخ كامل بدأ بيوم وشهر وسنة. فنحن نعرف قلنا مع الأيام نستخدم on، مع الأيام استخدم on. ف 23 هو أحد الأيام، 23 هو رقم لأحد الأيام، فلازم استخدم on. إذا ما يستخدم بالتاريخ أيام، استخدم شهر أو استخدم سنة فقط، هنا راح تستخدم in. بس راح نجي عليه، هنا لازم تستخدم in ما تستخدم on. فالتاريخ لما يكون كامل، حتى تلاحظون مكتوب مع التواريخ حين يأتي كاملا، يعني باليوم والشهر والسنة، باليوم أهم شيء اليوم، من موجود اليوم استخدم on، ما موجود بحثا آخر. آخر شيء هسه صار عندي at قلنا مع الساعات، و on مع الأيام. بقى عندي الان. الان هو أكثر واحد نستخدمه، الان هو أكثر واحد عنده استخدامات. يقول لك تستخدم مع الشهور والسنين والفصول، يعني شوف ثلاث استخدامات في آن واحد لحد الآن. مع الشهور يعني جانيوري فبراير مارس ابريل ماي جون جولاي اوغست سبتمبر اكتوبر نوفمبر اند ديسمبر، هاي ال 12 شهر كلها اذا جتني بالامتحان استخدم قبلها كلمه ان، ان ان سبتمبر، ان ماي، ان جولاي، ان اوغست الى اخره. يقول لك ايضا مع السنين، يعني يكون عندك سنه 2010 2020 بس، مو يكون تاريخ كامل مثل ما قلنا قبل شويه، لا سنه بس سنه، فهنا لازم ايضا استخدم ايش؟ استخدم ان. فقال لك ان 2020، يعني في سنه 2022، ان ان. فهنا مع السنين استخدم ان. بالاضافه مع الفصول اللي هي السيزونز، الفصول اللي هي مثلا على سبيل المثال وينتر الشتاء، سبرينج الربيع، سمر اللي هو الصيف، اند اوتوم اللي هو الخريف. هذول الأربع فصول أيضا استخدم معاهم كلمة in، فأقول in winter، ما أقول on winter، لا in winter، in spring، in summer، in autumn. فالفصول السنين والشهور استخدم معاها كلمة in، استخدم معاها كلمة in. ثانيا يعني يقول لك تستخدم مع أوقات اليوم مثل الصباح والمساء والظهيرة. مرات عندنا عبارة morning، in the morning، in the afternoon، in the evening، هاي عبارات الصباح والمساء، morning صباحا، afternoon ظهرا، evening مساء. هاي العبارات الثلاثة أيضا استخدم معها كلمة in، فأقول in the morning، in the afternoon، in the evening، فهاي استخدم معها كلمة in، استخدم معها كلمة in. هذا الجدول جدا مهم لازم تحفظه، يعني هاي المربع هذا المستطيل كل حرف جر preposition لازم تعرف متى استخدمه. فقلنا الآت مع الساعات، بالإضافة للعبارات اللي شفتوها قدامكم مثل at the moment، at the weekend، at night، هاي الآت.
جينا على الآن قلنا تستخدم مع الأيام حصرا مثل Sunday, Monday, Tuesday, Friday إلى آخره. بالإضافة إلى التاريخ لما يكون عندي تاريخ كامل باليوم والشهر والسنة. وقلنا أهم شيء إنه بينو يوم. التاريخ مالتي بينو يوم. جينا على الـ N اللي هي أكثر وحدة نستخدمها. قلنا الـ N تستخدم مع من؟ تستخدم مع الشهور، مع السنين، مع الفصول. بالإضافة إلى عبارات النهار والمساء مثل in the morning, in the evening, in the afternoon. هذه كلها استخدم معها كلمة in. شلون يجيك بالامتحان؟ المسألة واضحة جدا، أكيد راح يجيك على شكل اختيارات، فراح أخيرك بين الـ in والـ on، أخيرك مثلا بين الـ at والـ in وهكذا. فأنت هنا من يجيك هاك السؤال شو تسوون؟ تركزون على ما بعد الفراغ. شنو نوع الكلمة اللي جت بعد الفراغ؟ هل هي سنة؟ أختار in. هل هي من الأيام؟ أختار on. هل هي ساعة؟ فراح أختار at. وهكذا. فأنتم لازم تعرفون حسب هذه الجدول اللي أمامكم، حسب الصورة اللي أمامكم، وتحددون وتختارون الجواب الصحيح حسب فهمكم ومعلوماتكم اللي درستمها. هذا بما يخص هذا الموضوع. الموضوع الثالث اليوم عندنا شنو؟ يقول how to say and write the dates، يعني كيف نقول أو نكتب التواريخ. كيف نقول أو نكتب التواريخ؟ يعني أنت اليوم عندك تاريخ معين تريد تقرأه. يعني مثلا اليوم نحن تاريخنا 17/10/2022، زين هذا شلون أقرأه بالإنجليزي؟ شلون؟ فهنا طبعا لها طريقة معينة، بس قبل ما يعني أنطيك الطريقة لازم تتعلم أكو شيء اسمه أرقام أساسية وأرقام تراتبية. هاي لازم أول شيء تعرفوها، لازم تفهموها وتحفظوها، بعدين أدخلك على شلون تقرأ شو اسمه التاريخ، لأنه إذا ما تعرف هاي يعني صعب إنه تفهم شنو التاريخ. إحنا نعرف الأرقام الأساسية اللي تسمى بالإنجليزي cardinal numbers، يسموها أرقام أساسية، يعني هاي كلنا نعرفها اللي هي 1 2 3 4 5 6 7 إلى آخره. هاي يسموها أرقام أساسية اللي نحن كلنا نعرفها 1 2 3 4 إلى آخره. أما الأوردينال اللي هي الأرقام التراتبية. يعني شنو تراتبية؟ يعني تراتبية لما نقول مثلا فلان الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس السادس السابع الثامن وهكذا، وكأنما نحن في سباق، ونحدد منه الأول منه الثاني منه الثالث إلى آخره. هاي يسمونها أرقام تراتبية، فلازم تعرفون كل رقم أساسي شنو الرقم التراتبي مالته، الترتيب مالته. يعني على سبيل المثال أنا اليوم عندي كلمة one، كلنا نعرف one اللي هو واحد، واحد. الرقم التراتبي ماله هو منه first الأول، كلمة first الأرقام التراتبية ممكن نختصرها، شلون تكتبها بطريقة مختصرة؟ الأرقام التراتبية كلها بصورة عامة تكتب الرقم مالته، يعني first هو رقم first هو منه الأول، إذا تكتب رقم واحد وآخر حرفين من الكلمة نفسها. يعني كلمة first هذه هو يعتبر الأول، إذا هو يعني هو يتكلم عن رقم واحد first الأول. إذا من أجي أختصر وأكتب رقم واحد وآخر حرفين من الكلمة نفسها اللي هي كلمة first st، فنقول one st. وشون نقرأها؟ طبعا هاي ال one st شون نقرأها من تجي أمامي بإنشاء أو تجي أمامي بقصة أو تجي شون أقرأها؟ أقرأها أيضا كلمة first، أقرأها first، يعني ما تقرأها مثلا one st، لا دير بالك ما تقرأها one st، لا تقرأها first، ليش؟ لأنه هاي طريقة مختصرة، بالكتابة، بس مو معناتها طريقة مختصرة باللفظ، لا هي كل الأحوال أنت راح تقرأها first، سواء كتبت كاملة مثل ما موجودة أمامك بالعمود بالوسط first، وإذا جدتك بهالطريقة أيضا راح تقرأها first. هي بس المسألة شنو؟ مسألة اختصار لا أكثر ولا أقل. نجي على رقم 2 two. التو الترتيبي مالته الرقم التراتبي اللي يقابله منه؟ يقابله كلمة second اللي هو الثاني، السكند نفس الحالة، قلنا بما أنه هو الثاني إذا نأخذ رقم 2
ونخلي آخر حرفين من كلمة second اللي هو two and d. two و and d آخر حرفين من كلمة second. فأيضا هنا راح نقرأها second وهنا أيضا تقرأ second. تقرأ second. رقم ثلاثة three. زين الثالث شنو؟ الثالث third. الثالث من نجي اكتبه نفس الحالة، من نجي اكتبه اختصارا اكتب ثلاثة ويمو ار دي اخر حرفين من كلمة third ار دي فتصير third. اما الباقي اذا تلاحظون وتنتبهون اغلب الارقام مثل 4 5 طبعا 5 شوية بين اختلاف 6 7 8 9 الى اخره كلها من تريد تسوية رقم تراتبي ايش تعمل؟ بس تضيف th للرقم نفسه. يعني مثلا 6 رقم 6 تريد تعمله السادس ما تريد تقول 6 لا تريد تقول السادس فشو تسوي؟ بكل بساطة بس ضيف ال 6 ضيف لها th فصير 6 فصارت السادس 7 تريد تقول السابع بس ضيف لكلمة 7 ضيف th فصير 7 السابع زين 8 ال 8 هي تنتهي ب تي اذا ايش احتاج فقط؟ احتاج الى الاتش فتصير 8 الثامن 9 احذف الاي واخلي تي اتش فتصير 9 وهكذا فعندك انا اقول لك الواحد والاثنين والثلاثه يختلفون بصوره عامه يختلفون لانه الواحد فيرست الثاني سكند الثالث ثيرد بس من الاربعه وصاعد اغلبهم يعني هو كلتهم بي ام تي اتش وحتى اذا تشوفون الاختصار مالتهم باخر مربع او اخر عمود من الاربعه كلها تصير تي اتش 4 تي اتش 5 تي اتش 6 تي اتش 7 تي اتش 8 تي اتش 9 تي اتش فكلها تصير هالشكل ما عدا اول ثلاثي الواحد اس تي الاثنين ان دي الثلاثه ار دي ونحن قلنا ما نقراها بالطريقه لا نقراها مثل ما مكتوبه بالعمود اللي بالوسط زين الفور فورث بس ضفنا له تي اتش الفايف انتبه شويه الاملاء مالته يختلف تصير فيفث يعني الفي تقلب الى اف والاي تحذف فيفث زين انا كم رقم احتاج بالحاله انت تحتاج 31 رقم ليش حسب عدد الشهر حسب عدد أيام الشهر يعني إحنا عدنا أيام الشهر أكثر شيء 31 إذن لازم تحفظون وتتعلمون الإملاء مال 31 يوم سواء أرقام أساسية يعني 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 30 31 هاي ارقام اساسيه يعني 31 بالتواريخ انا ما احتاج ارقام اساسيه بالتواريخ احتاج ارقام تراتبيه احتاج الارقام التراتبيه فانا ليش اللي قدام شرحت لك حتى تعرف الارقام التراتبيه هي منين جت هي جت من الارقام الاساسيه بس بطريقه مختلفه زين مثل ما قلنا الاول first الثاني second الثالث third الرابع fourth fifth sixth seventh eighth ninth ننزل بعد اللي جوا 10 عشرة نحن نعرف 10 عشرة أيضا ضفنا له th فصير 10th 11th بس th 12th شوية اختلفت مثل ال 5 ما بيها بالأخير ve ال v تقلب إلى f وال e تحذف ثم نضيف th فصير 12th 13th بس th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th شوفوا ال 20 شن صارت ال y تقلب الى i e ال y تقلب الى i e ثم نضيف th 20th 20th ال 20 ال 20 من شهر مثلا ال 20 من شهر العاشر او ال 20 من شهر سبتمبر ال 20 من شهر يناير وإلى آخره. انتبه لي بعد العشرين من يكون عندك رقم مركب يعني 21 22 23
21 نحن نعرف ان 21 21 زين، من تكون عندك رقم تراتبي اكثر من 20 مثلا 21 شلون تصير بالتراتبي؟ تصير 20 first، يعني ال 20 تنزل، العشرات تنزل، ما لي علاقه بيها، نمسك الاحاد نعمله تراتبي بس. يعني قبل شويه 20th 20th العشرون، زين الواحد والعشرون، العشرون ما لي علاقه بيها، تنزل 20 طبيعي كرقم اساسي، بس الواحد اعمله رقم تراتبي فترجع نفس الحاله. الواحد والعشرون ايش راح تقول؟ واحد يعني من نجي نختصرها راح تكتبها 21 ST، يعني تعتمد على الرقم الاول رقم الاحاد اللي هو الواحد، فتقول 21st 21st. زين 22 راح تقول 22nd 22nd. يعني المختصر الكلام طلاب، يعني ايش راح تسوي؟ من تصل ال 20 20th بعد ال 20 ال 21 22 ال 20 تنزل كرقم اساسي، يعني 20 عادي رقم اساسي. ال 21 ال 1 وال 2 وال 3 وال 4 يعني اقصد ال 21 22 23 الارقام الفرديه شلون راح تكتبها؟ تكتبها نفس ما كتبناها بالبدايه، يعني الواحد والاثنين والثلاثه والاربعه والخمسه، فتكتب first second third fourth fifth sixth seventh eighth ninth، فدائما تقول 21st. فتشوفوا امامكم الجدول 21st، هاي 21st 20 رقم اساسي رقم عادي 20 20، بس الواحد اعمله تراتبي first، يعني ما اقول 21 لا اقول 21st. 22 22nd يعني الثاني والعشرين، 23rd 24th. يعني اذا تلاحظون الرقم الثاني هنرجع نعيده من البدايه first second third الى اخره، 25th 26th 27th 28th 29th 30th. هسه وصلنا ال 30 30th، ايضا الواي اللي بالاخير تقلب الى اي اي ثم تضيف تي اتش. اخر شيء ايش عندنا؟ 31st 31st اللي هو يوم ال 31، هذا اخر شيء. هذا الجدول طلاب مطلوب من عندكم خصوصا الارقام التراتبيه والمختصرات مالتها، لانه بالامتحان هو شو راح يجيك هذا السؤال بالامتحان؟ راح انطيك مثلا رقم معين، انطيك رقم معين اقول لك اقرا لي هو هذا التاريخ. طبعا التاريخ راح اجيب لك هو ارقام، ما اجيب لك هو يعني كلمات، لا انا انطيك هو ارقام وانت لازم تكتب لي هو على شكل الكلمات. فانت لازم تعرف مثلا هاي 25 تي اتش، لازم تعرف شلون تقرا، فلازم تقول من اجيب لك هاي كلمه 25 تي اتش لازم ايش تكتبها؟ لازم تكتبها بهالطريقه، تقول 25th 25th. من اجيب لك مثلا 30 بالامتحان، اجيب لك مثلا رقم 30 هذا 30 تي اتش، لازم تعرف انه 30 تي اتش اقصد بها شنو؟ اقصد بها 30th 30th، فلازم تكتب كلمه 30th مقابله. فهذه جدا مهمه، لازم تحفظون هذا الجدول، تحفظ لي الرمز مالته المختصر وتحفظ مقابيله شلون يكتب كاملا، لانه انا بالامتحان راح اجيب لك المختصر او بالعكس، بس غالبا راح اجيب لك المختصر وانت تكتب الرقم كاملا، وانت تكتب الرقم كاملا. فضروري جدا تحفظون هذا الجدول. زين شوف هنا هسه بقت راح اعلمك شلون بقت نكتب التاريخ. يقول لي كتابة او قراءة تاريخ معين، يقول فإننا نستخدم الأرقام التراتبية ولا نستخدم الأرقام الأساسية. شفتم؟ يعني ما استخدم الأرقام 21 22 23 أو 1 2 3 4، لا بالتواريخ من أقرأ التواريخ ما استخدم أرقام أساسية، استخدم أرقام تراتبية. هاي أول نقطة. يقول إذا أردنا كتابة رقما تراتبيا بطريقة مختصرة فإننا نقوم بذكر الرقم ما أخذ آخر حرفين منه، وكما مبين بالجدول هاي علمتوكم عليها، قلت لكم شلون نكتب المختصر مالته. مثلا عندي 29th 29th اللي هو 29، فتكتب 29 رقما
وتخلي يمه آخر حرف، آخر حرفين من الكلمة. طبعاً آخر حرفين من كلمة 29 ثمن هي اللي هي TH، فتقول شوف 29 ويمه TH. هذا تريد تكتبه مختصراً. زين، يقول في الامتحان سيقوم بإعطائنا تاريخ معين ومستخدماً الأرقام التراتبية المختصرة، يعني مثل هذا، مثل هذا الجدول هذا تشوفون في الامتحان يجيكم الشكل الشيء التواريخ، مثل 25 مثلا 1 ST 20 TH إلى آخره، ويطلب من الطالب، وأنا أنطيكم يعني يطلب من عندكم بالامتحان كتابة الرقم أو التاريخ كاملا باستخدام الأرقام التراتبية أو العكس تماما. يعني شنو العكس تماما؟ يعني أنا أنطيك هذه الجملة كاملة وأنت لازم تحول ليها إلى رموز، تحول ليها إلى صيغة مختصرة، فواحدة من الاثنين، يا أجيب لك هكذا التاريخ بطريقة مختصرة وقال لك اكتبه كاملا، يا أجيب لك هو التاريخ كاملا وقال لك اكتب لي بطريقة مختصرة، فواحدة بعكس الأخ. زين نجي نشوف شلون نقرأ التاريخ، نشوف الأمثلة. زين 20 يعني هاي 21 ST أبريل، أبريل اللي هو شهر الرابع اللي هو نيسان، أبريل أبريل. زين شوف هنا، طبعا عادة التاريخ نذكر كلمة ذا، فنقول the 21st، the 21st. انت مين تعرف راح تستخدم first؟ ابسط شيء انت عندك ST، من تشوف ST لازم تعرف ان انت راح تستخدم first. لو شفت ND معناته راح تستخدم second، لو شفت RD فمعناته راح تستخدم ايش؟ راح تستخدم third. اما اذا كان عندك TH فهنا تعتمد فقط على ايش؟ تعتمد على الرقم، أربعة يعني 4 ضيف له H TH فتصير 4th، خمسة 5th، ستة 6th، وهكذا. فتقول the 21st of April، طبعا قبل الشهر تخلي كلمة of، يعني الواحد والعشرون من نيسان، the 21st الواحد والعشرون of April يعني من شهر نيسان. فبهالطريقة تكتب التاريخ. زين 4th يعني 40 جولاي فتصير the 4th of July، الرابع من جولاي، the 4th of July يعني الشهر يعني 4/7 بما معناته الرابع من تموز، the 4th of July، the 4th of July. زين 16th August، فهنا ايش راح تقول؟ 16 احنا نعرف 16 وايش قد 16، ال 16 بس ضيف له تي اتش فتصير the 16th، the 16th of August يعني السادس عشر من اب، August هو شهر اب، فتقول السادس عشر، يعني شوف حتى من نقراها بال يعني بالعربي ايش نقول؟ نقول السادس عشر من شهر اب، رغم ان نتكلم بلغه عربيه يعني فصيحه، السادس عشر من شهر اب، يعني تلاحظون انه استخدمت رقم تراتبي، السادس عشر، السادس عشر ما قلت 16، يعني نقول بالعامية هيك يعني لما نقول 16 10 نستخدم رقم اعتيادي، بس لا بالانجليزي لازم نستخدم رقم تراتبي، نقول السادس عشر من شهر اب، وبلغتنا الفصيحة ايضا نستخدم ارقام تراتبية، نقول الثلاثين مثلا من تموز، او الثاني والعشرين، الثاني والعشرين من شهر سبتمبر، او السابع عشر يعني مثلا اليوم السابع عشر من شهر أكتوبر، يعني السابع عشر من شهر تشرين الأول مثلا، فنستخدم أرقام تراتبية ما نستخدم أرقام أساسية. 25 TH بتقول 25th، 25th يعني الخمسة نستخدم تراتبي، أما العشرين رقم عادي، فتقول 25th of January يعني 25 January، the 25th of جانوري الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني. هذا كل ما يخص هذا الموضوع، هذا كل اللي يخص هذا الموضوع، موضوع ليش؟ موضوع الأرقام التراتبية وكيف نقرأ التاريخ، how to say and write dates، كيف تقرأ وتكتب التواريخ. التواريخ مثل ما قلت لكم تقرأ بهاي الطريقة، هاي خلوها ببالكم مستقبلا. تاريخ شلون تقرأنه؟ عندك يوم وعندك شهر، أول شيء تمسك اليوم فتقول ذا وتستخدم رقم تراتبي، هاي اللي طعيتكم هي الجدول اللي بالنص،
تحفظوهم لازم، تستخدم الرقم التراتبي، ثم اوف اوف قبل الشهر المكتوب، مثلا اوف ماي اوف جون اوف جانيوري اوف فبروري الى اخره، فيصير عندك التاريخ واضح جدا، التاريخ واضح جدا وسهل بسيط، بس مجرد انه لازم تضبطوا لي كتابه الارقام التراتبيه، هاي هم فقره لازم تضبطوا لي اياها. اذا ما ضبطتم الارقام التراتبيه فيعني هذا الموضوع معناته كله بلا فائده، يعني حتى لو تفهم الموضوع وسهل عليك بس انت اذا ما تعرف تكتب هاي الارقام اذا كل شيء ما استفادينا نحن. فلازم انتم بالبيت اعتبرونه كواجب، اعتبرونه ك يعني شو ما تعتبروه اعتبروه انه تمسك هاي الارقام وتكتبها على الدفتر، تعملها تنزيل، تعملها شنو الطريقه، المهم انه تحفظ لي الاملاء مالتها، وتحفظ طبعا من تكتبها املاء كاملا اكتب مقابل الرمز، يعني شلون المختصر مالتها، حتى دائما تنطبع في عقلك انه مثلا على سبيل المثال ال 31st هو شنو؟ هو هذا 31 اس تي، يعني واحد مقابل الاخرين، حتى دائما تنطبع في عقلك انه هذا الرقم يرمز لهذا الشيء وهذا الرقم يرمز لهذا الرقم وهكذا. فضروري جدا تحفظونه، موضوع سهل بس مثل ما قلت لكم، بس مجرد انه تحفظ الارقام التراتبيه. زين، شوفوا الى هنا طبعا خلصت القواعد مع الوحده الثانيه، ومثل ما قلت لكم وحده قصيره جدا. طبعا انا هنا حاليا جاي مثل يعني اللي تشوفوه انه جاي ادرسكم المنهج الجديد، يعني طريقه المنهج الجديد، فخاف راح يصير عندكم شويه اختلاف، يعني مثلا اكو موضوع ما انذكر بالمنهج القديم، فاني جاي استخدم من طريقه المنهج الجديد. حتى المواضيع اللي ما موجوده، يعني هسه بالمنهج القديم كان عندنا باير الوحده الثانيه كان عندي موضوع صفات المقارنه والتفضيل.